أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتل 23 شخصا بينهم امرأة من الفرق الطبية والدفاع المدني في شهر أبريل نيسان الماضي. كما وثق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان 45 هجوما بشكل ممنهج على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني من قبل قوات الأسد والمقاتلات الروسية. أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى في بيان لها تحرير صناعية وادي عقاب وغانم السيد في الساحل الأيمن لمدينة الموصل العراقية بحسب ما نشره موقع السومرية نيوز. وأضاف البيان أن العملية العسكرية قامت بها قوات مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القوات كبدت داعش خسائر هائلة في الأرواح والمعدات ورفعت العلم العراقي في المناطق المحررة. قتل قيادي حوثي وثلاثة من مرافقيه برصاص مسلحين مجهولين جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء بحسب ما أفاد به ناشطون. وأوضح الناشطون أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على القيادي الحوثي أبو يوسف حطبة وثلاثة من مرافقيه، ما أدى إلى قتلهم في منطقة حزيز جنوبي صنعاء. وأشار الناشطون إلى أن القيادي الحوثي قد عمل مسؤولا للإمدادات في جبهة نهم لمدة 4 أشهر، ثم مسؤولا على قطاع التموين والإمداد في جبهة ميدي، ومؤخرا تم تعيينه مشرفا للقطاع الجنوبي لمحافظة صنعاء. أعلنت سلطات الشرطة الفرنسية أنها أعادت تدريجيا فتح محطة غاردينور للقطارات في العاصمة باريس بعد أن أخلتها في وقت سابق وطوقت المنطقة بسبب إنذار أمني. وذكر شهود عيان في الموقع إنه كان هناك ما لا يقل عن 10 عربات للشرطة خارج المحطة الواقعة وسط باريس. وأشار الشرطة إلى انتهاء عمليات التحقق وعودة الوضع تدريجيا إلى طبيعته، ولم تذكر السلطات تفاصيل أكثر بشأن العملية. توجه الناخبون الكوريون الجنوبيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء لانتخاب خليفة للرئيسة السابقة باك كون هي، التي اضطرت إلى ترك منصبها في شهر مارس آذار الماضي بسبب قضية فساد. وأظهرت الاستطلاعات قبل يوم الانتخابات أن المحامي السابق المعني بحقوق الإنسان مون جاي إن، الذي خسر أمام باك في انتخابات عام 2012، يملك أفضل فرصة ليصبح رئيسا لكوريا الجنوبية للسنوات الخمس المقبلة. الموجز.